الجماهير المغربية كيستعدوا الاحتفال التاريخي اللي غادي يكون هنا بمدينة الرباط لحظة استقبال أسود الأطلس يشرفونا بقطر في مونديال 2022. برافو لهم، وشوفوا معايا شحال ديال المغاربة جاو هنا لمدينة الرباط باش يشجعوا ويستقبلوا المنتخب المغربي الوطني. تقريبا 1.5 مليون مغربي اللي غادي تكون هنا بالرباط، والالاف اللي كاينين هنا في الشارع الحسن الثاني، وكاينين الالاف عاوتاني بالشوارع الاخرين اللي غادي يدوز منهم اسود الاطلس. برافو لهم، تحيه لهم، وشوفوا معايا شنو وقع بمدينه الرباط. مدينه الرباط كاع المغاربه غيجيو لها اليوم، حتى اللي عمره ما جا للرباط غادي يهبط اليوم للرباط من اجل اسود الاطلس، من اجل الاستقبال ديالهم، وغادي نشجعوهم وغادي يدوزوا براسهم مرفوع. ماشي بالسهل باش وصل الدومي فينال، ماشي بالسهل باش العالم كامل يهضر عليك. خصك تكون المنتخب المغربي الوطني، خصك تكون بحال وليد الركراكي احسن راس لافوكا، وخص يكون عندك جمهور مغربي 100%. فشفتوا معنا التشجيعات اللي كانت بقطر، شفتوا معنا الاجواء اللي كانت تما بالملاعب القطريه، احتلينا قطر. دابا حاليا فسال المونديال قطر فيهم الاكتئاب، قطر خاويه، الشوارع ديالها خاوين، الملاعب خاوين، جميع الاماكن اللي كانوا كينشطوا فيها المغاربه خاوين. ما ننساوش الشكر ديال الجماهير العربيه اللي ساندتنا وشجعتنا ولحظه بلحظه كانوا معنا، تبارك الله عليهم وشكرا على المجهودات اللي قاموا بها. احنا معاكم يا اسود اطلس، احنا معاك يا وليد الركراكي، احنا معاك يا احسن راس لافوكا، احنا معاكم اللعابه. تقاتلتوا معنا، حتى احنا غادي نستقبلكم احسن استقبال. لعبتوا نتوما موعدين، شوفوا معايا مدينة الرباط شنو واقع فيها اليوم. غنحتفلوا بالمركز الرابع، غنحتفلوا بالمركز ال11 عالميا، غنحتفلوا بوليد الركراكي ثاني احسن مدرب عالميا في مونديال قطر 2022 من بعد المدرب الارجنتيني. غنحتفلوا بالمغاربه اللي مشاو لقطر وخلاو البصمه ديالهم، غنحتفلوا كاملين. شوفوا معايا الزغاريت من دابا، الزغاريت من دابا، الزغاريت من دابا، الزغاريت من دابا. المغاربه كيتسناو غير اللحظه ديال الوصول ديال اسود الاطلس، هادشي اللي كنتسناو كاملين. اجواء هستيريا مشاهدينا هنا بمدينه الرباط، اجواء هستيريا، فخصكم كاملين تهبطوا للرباط باش تعيشوا هاد الاجواء هادي، اجواء تاريخيه، اجواء ما كتنساش، اجواء العالم كامل غادي يهضر عليها. المغاربة شادين الأماكن ديالهم من دابا، مازال حتى ما وصل لأسود الأطلس وكل شيء شاد بلاصتو من أجل الاحتفال. احنا معاكم يا أسود الأطلس، فرحتونا غادي نفرحوا بكم، كيف ما خرجتوا المغاربة كلهم يفرحوا، حتى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرياضي الأول حتى هو خرج واحتفل في الشوارع ديال مدينة الرباط. فغادي نحتفلوا بكم حتى حنايا، وغنستقبلكم احسن استقبال. شكرا، شكرا لرجال الامن، شكرا لرجال الامن بمدينه الرباط على المجهودات اللي كيقوموا بها. حنا فرحانين بكم، حنا معاكم يا اسود اطلس، تقاتلتوا معنا غنفرحوا بكم. شوف معايا
غيوصلوا مع الخمسة، بوسرة أختي غيوصلوا مع الخمسة، الخمسة ديال العشية، وغادي يجيو كاين واحد الطراجي باش غادي يدوزوا فيه، غيمشيو حتى باش يستقبلهم الملك محمد السادس نصره الله. كلشي فرحان اخوتي، كلشي كيتسنى لحظه الوصول. حنا معاكم يا اسود اطلس، حنا فرحانين بكم. اكيد الله يحفظهم والله يخليهم لينا، حنا فرحانين بهم، حنا فرحانين بهم من بعد هذا الانجاز التاريخي اللي قاموا به في دولة قطر، مونديال 2022، مونديال تاريخي. استعدادات أمنية على قدم وساق، استعدادات أمنية من طرف رجال الأمن، استعدادات أمنية كبيرة من طرف العناصر الأمنية هنا بمدينة الرباط. شكرا لرجال الأمن، كل الشكر والتقدير لرجال الأمن، مجهودات خرافية كيقوموا بها هنا بمدينة الرباط. تبارك الله عليكم، حتى انتم مشاهدينا تبارك الله عليكم حاضرين مع اسود اطلس، تبارك الله عليكم وبرافو لكم. وغادي نوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم بث اخر ان شاء الله.